طقس النهارده اخباره ايه؟ ده اللي هنعرفه من هيئه الارصاد النهارده في بيانها اللي بتقول انه في استمرار في ارتفاعات درجات الحراره، الطقس هيكون مائل للحراره ورطب في الصباح الباكر على كافه الانحاء، وشديد الحراره نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وهيكون حر رطب ايضا على السواحل الشماليه ومائل للحراره ليلا على كافه الانحاء مع استمرار نسب الرطوبه ليلا ايضا. النهارده كمان يوم هيشهد نشاط للرياح، هيكون محدود على بعض المناطق وارتفاع نسب الرطوبه، شبوره مائيه صباحا على بعض الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء. يعني النهارده استمتعوا بهذه الاجازه، خليكم قاعدين بقى في البيت، حاولوا ما تتعرضوش لاشعه الشمس بشكل مباشر، ارتفاعات مستمره، نسب رطوبه عاليه، فالاجواء يعني مش هتكون احسن حاجه للخروج بالذات في فتره الظهر. خلونا نعرف مع حضراتكم تفاصيل درجات الحراره العظمى والصغرى مع اسماء. اتفضلي يا اسماء. زي اي ما كانت بتقول بالظبط، استمتعوا بس اقعدوا في البيت، يعني هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، واحنا خلاص بقى نتعود كده. يعني درجات الحراره تقريبا هتبقى في المتوسطات ده لغايه اخر 8. كل سنه طيبين، هم شهرين في السنه وهيعدوا زي ما بيقولوا كده بالطول ولا بالعرض ان شاء الله. خلينا نشوف من المتوسطات النهارده درجات الحراره العظمى والصغرى على كل المحافظات. بنبتدي زي ما احنا متعودين من القاهره. القاهرة والعاصمة الإدارية و6 أكتوبر دايما بتبقى نفس المتوسطات في درجات الحرارة 36-26. النهاردة والله درجات الحرارة مش عالية جدا العظمى في القاهرة، دي حاجة لطيفة 36، مش صعبة قوي. يعني نروح سريعا الإسكندرية 33-24. العلمين الجديدة دائما بنركز الحقيقة على العلمين علشان مرة تانية مهرجان العلمين والجمال والعظمة اللي بيحدث في العلمين. فدرجة الحرارة كمان جميلة جدا الصبح، درجة الحرارة أو العظمى 32، فدي درجة حرارة برضو معتدلة إلى حد بعيد، و25 بالليل برضو يبقى يعني درجات الحرارة أفضل كثيرا بالتأكيد من درجات الحرارة اللي احنا هنتابعها. وفي ارتفاعات في درجات الحرارة، السلوم 35-24 برضو لغاية دلوقتي في متوسطات جيدة مش حارة زي الأسبوع اللي فات. دمياط 35-25 هي وبورسعيد والمنصورة نفس المتوسطات. نروح الإسماعيلية بنلحظ إن في ارتفاعات في درجات الحرارة خاصة في العظمى، الإسماعيلية 39-25. بنكمل بعد كده السويس نفس درجة الحرارة في الإسماعيلية. شرم الشيخ بتبتدي فيها الارتفاعات، دايما بنلاقي فيه ارتفاعات بالتأكيد في شرم الشيخ، لكن الميزة بنتكلم دايما على شرم الشيخ والغردقة ان مفيش، بيبقى نسبة الرطوبة ما بتبقاش عالية قوي، فعشان كده ما بنحسش بشكل كبير في الارتفاعات في درجات الحرارة. العظمى في شرم الشيخ 41 والصغرى 30. العريش 36-24. بنرجع تاني المتوسطات اللطيفة في الثلاثينات هي ورفح 35-24. طابة 40-26 درجة حرارة بالتأكيد عالية صباحا والعظمى عالية في طابة. سانت كاترين 36-18. الغردقة النهاردة طبعا بتسجل ارتفاعات يعني كبيرة في درجات الحرارة العظمى في الغردقة النهاردة 42 والصغرى 30، طبعا درجة حرارة عالية جدا في الغردقة العظمى النهاردة. الفيوم 41-26. نروح بقى سريعا ونشوف الصعيد درجات الحرارة متوسطات ايه النهاردة. بنبتدي من بني سويف 41-26، أسيوط 42-27. بنستمر مع ارتفاعات درجات الحرارة في الصعيد. الأقصر وأسوان النهاردة بيسجلوا أعلى درجات حرارة عظمى 44، الصغرى 29، طبعا 44 درجة حرارة عالية جدا في الأقصر وأسوان. شلاتين 42-30، وأخيرا الوادي الجديد 43-28. يعني بنشوف أن الأقصر وأسوان هم اللي بيسجلوا أعلى ارتفاعات في درجات الحرارة النهاردة. بنوصي كل أهالينا في الأقصر وأسوان ما نقفش لفترات طويلة في أشعة الشمس، والحمد لله أن النهاردة كمان يوم اجازه، فيعني الصبح مش هتلاقي فيه ناس كتير نازلين، مش هيبقى فيه متطلب ان انت تقف في درجات او في الشمس لساعات طويله. نلبس ملابس القطنيه، نشرب مياه بشكل كبير جدا ومستمر على مدار اليوم.